والحقيقة النهاردة هنتكلم على نبات اسمه الحرمل. نبات ده كان الحقيقة شاع صيته زمان جدا في الصين وفي الهند وفي الجزيرة العربية وفي اليمن بالذات. وفي منه بذور لونها أبيض وفي منه بذور لونها أحمر، والأحمر هو الشاع أكتر. والحرمل شيع لسبب، لأنه كان الحقيقة ليه علاقة كبيرة جدا بأنه يشيل يعني المشاكل اللي هي كانت موجودة، مثلا زي البانيك أتاك، الخوف. في ناس كده بعلاقه بيبقى عنده خوف كده، خوف انه يتكلم، خوف انه يظهر. بيشيل الاكتئاب، ليه علاقة كبيرة جدا انه يشيل الاكتئاب. وليه كمان شخصيته انه بيشيل الانفصام في الشخصية الى ابعد الحدود، وتكلموا فيه كلام كبير جدا. لكن الحقيقة وجد ان الكميات الكبيرة منه، الجرعات الصغيرة منه دواء، والكميات الكبيرة جدا منه ممكن تبقى لها سمية. عشان كده نبدأ مع حضرتكم نبات الحرمل، على اعتبار انه لما ظهرت عشبة القديسين ابتدى يبقى نبات الحرمل ياخد دور بعيد شوية. فوائد نبات الحرمل: الاستخدامات الداخلية، تستعمل لمستحضر الهارمين في داء الباركنسونيزم اللي هو داء الشلل الرعاش، وفي حالة الشلل الاهتزازي. المركب ده اساسا بيستخلص من نبات اللي اسمه الهارمين. والهرمين ده في ميزه كبيره جدا، ان هو يعني زي الدوبامين، زي مركب الدوبامين اللي بينتج على شمال الدماغ وعلى يمين الدماغ، اللي هو نقصه بيسبب الشلل الرعاش. فوجدوا ان الهرمين ده استخلصوه من نبات الحرمل، وبعدين الكيماويين حكوه وعملوا منه مركب دلوقتي بيستخدم. لكن الحقيقه يعني يعتبر الى حد ما يعني ما هوش علاج كامل، وانما هو بيوقف التدهور اللي بيتم في الشلل الرعاش. كمان التاني في حاله التهاب الدماغ. نشوف التانية يعني الاستخدامات الخارجيه. يعني المنقوع بقى بيغلى. طبعا انا دايما ما اقولش دايما المنقوع، بقول دايما يا اخوانا ما فيش حاجه اسمها تغلى. وتناوله على شكل غرغرة في حالات التهاب الحلق والتهاب الحنجرة، الحقيقة في الحتة دي مفيد جدا جدا جدا، وخاصة لما يكون في التهاب في اللوزتين. اليمنيون بيستخدموا كشراب مع التمر الهندي في علاج الملاريا المزمنة، لأن هو الحقيقة بيقوي قدرة الدم على مقاومة اللي هو الملاريا إلى أبعد الحدود في هذا. وبيحطوه مع التمر هندي، بس هم بيحطوه بنسب معينة، لأن النسب الكبيرة منه ممكن تؤدي إلى مشكلة من المشاكل. نشوف اللي بعد كده. يستخدم الحرمل مع الخل الطبيعي المركز لعلاج الدمامل، لأن زي ما أنا قلت إن هو أساسا يعتبر من الحاجات القوية جدا جدا في الأنتيسيبتيك، يعني مضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات، مضاد للفيروسات. وعشان كده بيحطوه مع الخل، وبياخدوا لسبب لان الخل بياخد تقريبا حوالي 90% من المركبات اللي موجوده، والدهان على الدمامل ما يخليهاش تسري ثاني. ولذلك بيستخدم على طبر في المناطق الحاره اللي بتبقى فيها هذه المشاكل.